إلى بريطانيا الآن وأخبار كورونا. بدأت البلاد هناك اليوم مشاهدين حملة واسعة لإعطاء لقاح فايزر بايونتك المضاد لفيروس كورونا للأشخاص الأكثر ضعفا بعد حصولها على دفعتها الأولى من اللقاح هذا، لتصبح بذلك أول دولة غربية تنشر برنامج تلقيح على هذا النطاق ضد فيروس كورونا. وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن 90 شخصا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم، وأضاف أنه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة لكوفيد-19.